طب قول لي السنة دي كوكبة من النجوم بينوروا شاشات رمضان، مين أكتر نجم حريص إنك أنت تتابع مسلسله؟ بحاول إن أنا أشوف طبعا لزملائي كل أعمالهم، بحاول بقدر الإمكان حتى لو خدت فكرة عن كل عمل. رقم واحد يعني اللي أنت لازم تشوف عمله؟ أستاذ عادل إمام طبعا. عندنا على الشرقية على فكرة والله. وعلى فكره يعني الاعلانات قليله بتبقى، او يعني الاعلانات بتبقى قبل او بعد، ما بتبقاش في وسط المسلسل. أيوة. فمش هتفصل يعني المشاهد. أيوة. ايوه ان شاء الله يكون خير، عندنا المشاهده افضل. ايوه بالظبط. ان شاء الله باذن الله. ومسلسل يكسر الدنيا، الاستاذ عادل امام نجم كبير طبعا، هو ابونا الروحي اللي بجد، واتمنى له الصحه والعافيه، وربنا يديله الصحه ودايما يمتعنا كده باعماله الكبيره. ما اشتغلتش معاه لسه للاسف. للاسف اتمنى تكون معاه. حلو ان انا اشتغلت مع نجوم كبار، يعني لو قلت لك على اسمائهم هتستغرب، يعني استاذ عبد المنعم مدبولي، استاذ شكري سرحان، استاذ فريد شوقي، استاذ نور الشريف، مجموعه كبيره، احمد زكي، استاذ احمد زكي طبعا، استاذه يسرى، لكن استاذ عادل امام للاسف ما حالفنيش الحظ. اتمنى اني انا ان شاء الله يجمعني لقاء معاه باذن الله.